خدنا واحدة عروسته بس عشان ما نتوهش ونشوف ايه النوع التاني. يقول لي ان ده عروسته. قال لك النوع التاني من الصداقة ايه هو؟ اللي هو؟ صداقة ايه بقى؟ النوع التاني؟ صداقة المتعة صح؟ ايوه. ايه بقى صداقة المتعة؟ ايه هي؟ انا بسألك. بتسألني؟ اه. لا شوف صداقة المتعة بتهيألي انها يعني ناس اللي هي فكرة انك انت تخرج مع شخص طلعات مثلا معينة تستمتع فيها وتقضوا يوم مثلا او تقضوا مثلا فترة ممتعة برحلة ممتعة بعد كده خلاص. ايوه بيروحوا المول مع بعض بعد كده خلاص بيحبوا مثلا حاجة معينة بيسافروا مثلا سفريات مع بعض. طب بس اول اما مثلا خلينا نقول مثلا حقين البلاي ستيشن مثلا يعني على العالم بلاي ستيشن اللي بيعمل بيقعدوا يلعبوا مع بعض وخلاص خلصت اللعبه من هنا اهو بيتك بيتك مت انت عشت عندك ظروف انا ما اعرف عنك اي حاجه غير ان انا استمتع معك في اللعبه هذه مثلا صح فدي يعني هي نفس المعنى بس طبعا ما بدهمش مش ليه كيف تكمل هي ما لها اسس غير المتعه دي طب هو معنى اساسها المتعه ان كل الصداقات ما بتدومش لا طبعا طب ايه الصداقه اللي بتدوم صداقه اللي تدوم هي الصداقه اللي تكون فيها يعني صفات وخصائص اللي تكون في شخصيتك وشخصية الثاني تكون فضائل كريمة او فضائل اللي يسموها فضيلة يعني مثلا زي انك انت تكون شخص متفق مع شخص في صفة العدل صفة الكرم صفة حب الخير صفة الوفاء الاخلاص انتوا عندكم الصفات دي قوية فتشتركوا فيها تفضلوا محافظين على بعض محافظين على العلاقة محافظين على